ملحد نسأل الله العافية والسلامة، وضع لدجاجة كانت تجلس على بيضها، وضع لها بيضة لحيوان يعيش في البر والبحر ليس كالدجاج. يقول: وانتظر حتى بدأ يفقس البيض. يقول: سبحان الله، أن الأفراخ عندما خرجت خرج الكل إلى الزرع إلا البيضة التي وضعها من الحيوان البحري، ذهبت إلى الساقية، ذهبت إلى الماء. من علمها؟ فعلم بهذا أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، وعاد إلى الله، تاب وأناب.